أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يوصل الطقس مغبر 35 درجة مئوية، الملموسة 44 درجة، أما الرطوبة متدنية 19% والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا في سكاكا، الطقس صافي 29 إلى 18، نفس الحرارة في عرعر، تبوك 30 إلى 18 مع طقس صافي. المنطقة الغربية نبدأ بمكة المكرمة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 40 إلى 29، نفس الشيء في الطائف 31 إلى 22، أما المدينة المنورة 37 إلى 28، أما جدة 36 إلى 26. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في كل من أبها والباحة، الباحة تسجل 26 إلى 22، أما أبها 29 إلى 19، وجازان 38 إلى 33. المنطقة الشرقية مدعوة بالإحساء 42 إلى 27 مع طقس مغبر، أتربة مثارة في الدمام 41 إلى 27، أما حفر الباطن طقس مغبر 33 إلى 24. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس مغبر 40 إلى 27، أما بريدة زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 25، وحائل 31 إلى 20. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة، إلى اللقاء.